ما كنتش مجرم عنيف يعني. مره دخلت لقيت عيلين صغيرين سبت الشقه ومشيت. الباب ابو درفين ده اوعى لو انت مركبه اسمع كلامي زي اللي انت حاطط قفل على الباب بتشجع نفسك على السر. يعني الباب اللي بدرفتين ده ملوش لازمه ما ولا يسوى. لو انت راكب عربيه ما تسيبش اي زيت مفتوح، واحد بيكلمك من الناحيه دي واحد بيسرقك من الناحيه الثانيه. لو انت في موتوسيكل خبطك كان معايا في السجن ولا عربيه خبطتك ما تحطش في دماغك انها حادثه، بيبقى معاهم تبع. تقفل عربيتك وتاخد المفتاح في ايدك قبل ما تنزل. لو انت طالع من بنك او خارج من بنك حتى لو بنك صرافه مهما كان اللي قدامك لابس ايه، كمان انا كنت لابس عامل زي فيها ابن كمال الشيخ والله لك انت ما تردش على اي حد، ادي حد يسالك اي سؤال وانت داخل بنك او خارج من بنك ما تسالش عليه ما تردش عليه، بيدخلوك في حوارات معاهم تبع. مالك تشكيل عصابي يعني ايه تبع يعني معهم تبع تاني تشكيل عصابي ويعمل نفسه انه معهم مخدرات فتشه وهو بيكلمك هو تبعك بيركبك بيدخلك في حوارات اي حوارات يلهيك ليك 100 فيلم وفيلم موضوع انت طالع من البنك او داخل البنك اوعى حد يسالك اي سؤال مفيش حد تايه النهارده واحد مثلا يقول لك ايه شارع مصطفى كامل فين اي سؤال ولع لي سجاره شارع احمد عرابي فين الله يرحمه شارع مصطفى كامل فين الله يرحمه ما تردش عليه مالك انت هنا في حاجات تانية لما تيجي تسيب شقتك سيب وفي الاربع ايام بتوع العيد بالذات اسمع كلامي في العيد بالذات انت واخد بالك ممكن تخش تلاقي نفسك حد في ناس بتسرق حتى العفش في ناس جوع كافر وجنيه مجرم بيدفع ناس كتير للجريمه واخد بالك انت سيب الراديو مفتوح او التلفزيون مفتوح وسيب اللندا منوره لكن لو سبت قفل على الباب وجنزير على الباب فاكر نفسك بتامن نفسك لا ده انت بتعرض نفسك بتقول اتفضل انا مش جوه تعالى اديني علقه مالك انت هنا برضو تامن من مداخل ومنافذ من ناحيه الشباك المنور هنا برضو ايه لما تكون مثلا لو الباب مثلا مقفول بالمفتاح الثلاث تكات بتوعه لا في كالون اللي هو الست سكات ده محترم انا بحترمه